صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم وصباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551-414، ولرسائلكم النصية القصيرة اللي دائما نسعد بها اللي هي 4006. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة بنتناول مثل ما عودناكم آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم عندنا فقرة مهمة عن التغذية لتغذية مرضى النقرس. وفقرتنا الأخيرة اليوم بنتكلم عن مرض الذئبة الحمراء، أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية منه. كونوا معنا مستمعين الكرام على مدار هذه الساعة. وقبل ما نبدأ فقرات برنامج صحة وسعادة، أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وكذلك من نور دبي بيكون معنا في الإخراج مخرجنا المبدع دايما وائل القواسمة، وبتكون معنا في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا المري. نبدأ برنامجنا اليوم مع خبرنا لليوم. الخبر يقول أفضل فاكهة لصحة الدماغ. يمكن للأطعمة اللي نتناولها أن يكون لها تأثير على العقل بمرور الوقت، ففي حين يمكن لبعض الأطعمة أن تضعف ذاكرتك بالفعل وتزيد خطر الإصابة باضطرابات التنكس العصبي، فإن البعض الآخر يمكن أن يساعد في درء التدهور المعرفي. فوجدت دراسة جديدة أن تناول التوت البري يمكن أن يساعدك على الاحتفاظ بدماغ حاد مع تقدمك في العمر. وفي هذه الدراسة التي نشرت في مجلة فرونتيز النيوتريشن، فحص الباحثون مجموعة من 60 بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و80 سنة لمدة 12 أسبوع مع استكمال بعض وجباتهم الغذائية بمسحوق التوت البري المجفف بالتجميد بحسب Eat This Not That بناء على التقييمات المعرفية قبل وبعد تلك الأسابيع 12. كان لدى أولئك الذين تم إعطائهم المسحوق ذاكرة عرضية، يعني ذاكرة للتجارب والأحداث المحددة اللي تحدث خلال حياتنا، وعمل عصبي أفضل. ويقول مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد فازور، زميل باحث أول في التغذية الجزيئية في كلية الطب بجامعة نوريتش في بريطانيا، إنه على الرغم من أن نتائج هذه الدراسة واعدة، فمن غير الواضح إذا كانت هذه الفاكهة يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض العصبية الخطيرة. فنقدر نقول أن مسحوق التوت البري المجفف بالتبريد ممكن أن يكون له تأثير قوي على الذاكرة وعلى يعني حفظ المعلومات. دائما أنا أشوف أخبارنا كلها تركز على موضوع التوت، فأنا دائما أنصحكم مستمعين الكرام أنكم تخلون لو جزء من أكلكم يحتوي على التوت، سواء تشربونه تخلونه معاكم سناك حق الدوام، يعني وجبة خفيفة تأخذونها وياكم، لأنه وايد له تأثير على صحة الدماغ. ومستمعين الكرام قبل ما أخذ فقرة السوشيال ميديا، مثل ما أحب أذكركم دائما أنكم تتبرعون بالدم، لأن قطرة دم قادرة على إنقاذ حياة العديد من الأشخاص. إذا كنتوا تسمعوني الحين وحابين أنكم تتبرعون بالدم وكنتوا الحمد لله بصحة وعافية، تقدرون أنكم تاخذون تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA وتختارون خيار دمي. بيكم بعد اختيار هذا الخيار مجموعة من الأسئلة، إن إذا كنتم مسافرين مكان، إذا عندكم أمراض معينة لا سمح الله، تجاوبون على هذه الأسئلة وبعدها تأخذون الباركود هذا وتتجهون لمركز دبي للتبرع بالدم
اللي موجود في مستشفى لطيفة، تقدرون تتبرعون بالدم أو بالصفائح الدموية، وأنتوا بهاي الطريقة بتكونون قدمتوا خدمة إنسانية عظيمة لكم، لصحة أجساد يعني حتى أجسامكم بتكون بصحة وعافية عن طريق تبرعكم بالدم، وكذلك بتفيدون مرضى كثير بحاجة للدم. ومثل ما عودناكم مستمعينا أيضا أن كل يوم نبدأ فقرات برنامج صحة وسعادة بأخبار السوشيال ميديا اللي تحدثنا عنها زميلتي أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، خبرينا شو عندك مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي كنا نحب نأكد عليها هي موضوع التبرع بالدم في مؤسسة ذكرتي وايد مهم، وممكن أيضا أنهم خاصية موجودة في التطبيق من صحة من قبل ما يروحون مركز تبرع بالدم أنهم يزيدون تطبيق هيئة الصحة بالبيت، لأن يقدرون يعني يقلصون وقت وجودهم في المركز من خلال انتهاء من الاستمارة أو الاستبيان اللي موجود في خدمة دمي اللي موجودة تطبيق هيئة الصحة بالبيت. وهي هالإجراء مفروض يعني مو بالنا زيادة، لكن لازم يسوونه قبل أي عملية بتبرع بالدم، سواء في كل دولة عندهم هالسيرفي، فهم هالأشياء لازم يسوونها، يعرفون آخر سفر، آخر مرة كانوا مصابين، دفع عندهم تاريخ مرضي، فهاي أمور كلها مهمة قبل ما هم يتبرعون بالدم. أيضا ضمن الأشياء المهمة لدامنا موسم امتحانات، ننصحهم أنهم يشوفون نصايحنا الخاصة بتحسين الذاكرة اللي موجودة على قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء أيضا نحب نأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي إن نحن حاطين الدليل التوعوي الإرشادي لمرض جذري القردة في قنواتنا، سواء كان فيسبوك إنستغرام وتويتر. في الإنستغرام أول ما بيدخلون ما بيحتاجون حتى إنه يدورون وايد، موجود في الهايلايت، مجرد ما يضغطون عليه يقدرون يحصلون الدليل التوعوي الكامل اللي فيه هو من المعلومات العامة إلى المعلومات الخاصة بالإصابة والمخالطة وغيرها، وكيف طرق التواصل وين ممكنهم يتصلون للحصول على مزيد من المعلومات. ونحن دائما نشجع الجميع أنهم يأخذون معلوماتهم من المصادر الرسمية واللي هي القطاعات الصحية الرسمية الحكومية الموجودة في دولة الإمارات. لذلك حاطين دليل كامل ومتكامل، وهذا عشان نشجعهم انهم او يعني نوفر لهم المعلومات الصحيحه، لان وايد في معلومات موجوده في قنوات التواصل الاجتماعي غير صحيحه حول المرض، وصراحه انا قريتها وحسها يعني تخرع يعني، فالموضوع مو بهالدرجه، يعني الحمد لله الموضوع وايد ابسط من اللي موجود يعني، فكل واحد يحط اراء الشخصيه، واراء الشخصيه ما لها علاقه بالمجال الطبي. لذلك احنا ننصحهم انهم يشوفون الدليل التوعوي اللي موجود في قنوات التواصل الاجتماعي، هاي معلومات كلها دقيقه وايضا معتمده من الاطباء والمعنيين في الصحه العامه، فكل المعلومات الموجوده هي المعلومات الدقيقه اللي احنا ننصحهم حتى انهم مو بس انه يقرونها، ايضا يشاركونها مع اصدقائهم او اي شخص عنده اي معلومات او انه يبغى يستفسر عن اي شيء، هل المعلومات كامله موجوده في هذا الدليل. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن نحب ناكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي هي خدمه تصديق التقارير الطبيه. في الوقت الحالي جميع خدمات التنظيم الصحي هي موجوده من خلال الموقع الالكتروني، موقع هيئه الصحه بدبي في خانه التنظيم الصحي، ومن ضمن الخدمات هي تصديق التقارير الطبيه واللي هي اصلا مجانيه، وممكن هم مجرد انهم يرسلون ايميل حاطين نشره في قنوات التواصل الاجتماعي تتكلم أو موجود فيها الإيميل اللي هو medreport@dha.gov.ae، يقدرون هم يتواصلون معهم، وأيضا لمزيد معلومات حول التنظيم الصحي يقدرون يتصلون على رقم هيئة الصحة المجاني أو مركز الاتصال اللي هو 800-342. تقريبا هاي الأشياء اللي نحن كنا يعني حاطينها ونحب نأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، وأتمنى لك أيضا الصحة والسعادة.
مثل ما ذكرت أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي، أتمنى من المستمعين الكرام أنكم تأخذون معلوماتكم الصحية ومعلوماتكم الطبية من المصادر الموثوقة. حتى لو سويتوا سيرتش في جوجل، بعد في جوجل في مصادر موثوقة، في مواقع موثوقة، مثل ما في موقع لهيئة الصحة بدبي أيضا على متحرك البحث، أيضا هناك على إنستغرام تويتر بتحصلون كل المعلومات الصحية وحديث الساحة فيما يخص الشؤون الصحية، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نحن بعد سهلنا لكم الموضوع وصلنا لمواقع التواصل الاجتماعي عشان تأخذون معلوماتكم من مصادر موثوقة. الخبر أو المعلومة اللي تنزل على حسابات هيئة الصحة بدبي تمر بمراحل عديدة من الاعتمادات، تمر على ناس مختصين، أطباء مختصين، ناس يعني ثقة لي يعني عرض هذه المعلومات عليكم عشان توصلكم بطريقة صحيحة. فأتمنى أنكم تتجهون للخيار الأسهل، أنكم تتابعون الحسابات الصحية وحساب هيئة الصحة بدبي عشان تأخذون منه كل معلوماتكم الطبية الموثوقة. وبهذا مستمعين الكرام بكون أطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع في فقرة التغذية، نتكلم عن تغذية مرضى مرض النقرس. انتظرونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، رجعنا لكم بعد الفاصل. ومثل ما عودناكم دايما فقرتنا الأولى في برنامج صحة وسعادة هي فقرة التغذية، دايما نتحدث في فقرة التغذية عن مواضيع مهمة وتهمكم وتهم كل أفراد المجتمع. اليوم فقرتنا تتكلم عن مرض النقرس، وهو من الأمراض المزمنة اللي تتطلب الانتباه إلى نوعية ما نأكل ونشرب حتى لا تكون هناك أي مشكلات أو مضاعفات صحية. وللحديث عن قائمة التغذية السليمة للمصابين بهذا الداء بتكون معنا الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا بالتفصيل عن تغذية مرضى النقرس. صباح الخير أستاذة فاطمة. هل حبيبتي صباح النور والسرور. مرحبا فيك من جديد، منورة برنامج صحة وسعادة هالأسبوع. حبيبتي منور وجودكم، والله ما أدري حاسة نفسي أن خافكم تجيل عليكم هكذا من يوم. لا أفا نحن نسعد بفقرة التغذية، وأنا لاحظت أن هالأسبوع أن أنتي مستمرة معانا ما شاء الله 3 أيام، ونحن دائما سعيدين بكل اللي يشاركونا من التغذية وخاصة بمواضيعكم أكيد اللي بتكون مهمة وبتنفع أفراد المجتمع. ونحن والله مستمتعين بعد بالتواصل وياكم، مستمتعين يعني حضوريا وياكم دائما في الإذاعة، وما شاء الله مقصرين يعني في تفاعل الناس وتفاعلكم أنتوا ويانا، فما شاء الله حلو يعني أن الواحد يفيد المجتمع بشكل عام. نعم، وإحنا أيضا من هالمنطلق نذكر مستمعين الكرام اللي حابين أنهم إذا عندهم اقتراحات أو عندهم أسئلة أنهم يتواصلون على الرقم 4006 للرسائل النصية القصيرة، وللاتصال 600551414. أستاذة فاطمة، إذا بنتكلم نبدأ عن مرض النقرس ونوعية الطعام أو الأكل أو الشرب اللي ممكن يؤدي الإصابة بهذا المرض. أيوة صحيح، بالنسبة للنقرس طبعا غالب الناس هم يعرفون أن في شيء اسمه حمض اليورك، لكن ما يعرفون أنه الحمض اليورك هذا في الجسم إذا انتج أو زاد في الجسم يسبب له النقرس، فهم حاطين في بالهم النقرس هذا بس ينصابون قبل في الناس اللي هم الناس اللي يكون عند قبل يعني قديما كان الناس اللي عندهم الأغنياء أكثر شيء يسمونه داء الملوك، لأن كان دائما يأكلون لحوم حمراء ويأكلون الأطعمة اللي فيها البقوليات كميات كبيرة، بس الحين صار كل الناس الفقير والمثل ما يقولون الأغنياء ينصابون فيه، وما صار داء الملوك، صار داء ارتفاع حمض اليوريك، وهذا يكون ينصاب فيه الناس إذا كان الارتفاع في أنسجة الجسم، فيشعر الإنسان دائما بألم مفاجئ ويكون خاصة في منطقة القدم والأصبع الكبير، وممكن هذا يخلي طول الليل سهران مثلا من الصبح، هذا اللي يكون عنده نوع من التآكل في العظام بسبب الارتفاع في الحمض هذا، ويحس دائما بسخونة في هالمنطقة، منطقة الألم، انتفاخ، منطقة الصبع يكون مثلا مثل الطري، وما يقدر يتحمل أي شيء عليه، حتى لو إنه مثلا لو شيء بسيط لو ورقة طاحت على منطقة القدم يحس بألم وإزعاج وتعب. طيب هاي لها خطورة عند بعض الأشخاص اللي هم معرضين فيها، إذا كان عندهم أصلا تاريخ عائلي، إذا نوع أكلهم
في كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، البقوليات، وأنا بذكر بعد بالتفصيل أكثر. الناس اللي عندهم زيادة في الوزن، يعني يسمون عندهم زيادة مفرطة في الوزن، ممكن معرضين. الناس اللي يتناولون الكحوليات بشكل عام، الناس مرضى السكر معرضين، مرضى ارتفاع الكوليسترول معرضين، حتى الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم معرضين، لأنهم يتناولون أطعمة معسكرة مدرة للبول، فتعيق قدرة الكلى على طرح هذا الحمض من خلال عزت الله الخروج. فهاي أسباب تخلي الإنسان معرض لها. طيب نوعية الطعام والشراب وراء هذا الموضوع اللي هو مثل ما قلنا اللحوم الحمراء، المأكولات البحرية، يعني إذا كنت أخذ خاصة المأكولات البحرية بكميات كبيرة مثل المحار، الإكثار من تناول مثل منتجات الحليب، لازم تكون قليلة الدسم ما تكون كاملة الدسم. أيضا تناول الكربوهيدرات، لازم تكون الكربوهيدرات الكاملة، ما تكون الكربوهيدرات البيضاء مثل البسكوت، الخبز الأبيض، المعجنات بشكل عام أقلل منها قد ما أقدر، وأخذ اللي هو الخبز الأسمر أفضل لي. الأشخاص اللي يكون معرضين أو نزول وزن حاد فجأة أو ارتفاع في الوزن بسرعة خلال مثلا مدة قصيرة، بعدها يكون معرضين لارتفاع هذا الحمض. نعم نعم بالتأكيد. فالحين احنا إذا بنقول أستاذة فاطمة، كيف ممكن يدير مريض النقرس الجانب الغذائي من حياته بشكل سليم بدون ما يؤدي لمضاعفات هذا المرض؟ هو جدا الفكرة جدا سهلة، أن الشخص أول شيء يقلل البروتينات خاصة الحمراء مثل اللحوم الحمراء، الأعضاء الداخلية للحيوانات مثل الكبود، الكلاوي، نقلل الفول، الحمص، لأن البقوليات هاي بشكل عام خاصة العدس، عندك البازلة الخضراء اللي هي الدائرية، والعدس بأنواعه، السبانخ، في ناس تركز على كميات كبيرة من السبانخ ممكن يرفع لهم اليورك. هذا البروتين إذا أنا باخذه يفضل أنا أحسب على وزن الجسم، يعني أنا مثلا وزني 70، أضرب 70 في 1 يعطيني 70 جرام، هذا خلال اليوم المفروض هو ياخذه. الأشخاص اللي دائما يستخدمون مستخلصات اللحوم، اللي مثلا أنا أخذ اللحم أفوره، أخذ مي اللحم في استخدامي للطبخ، هاي جدا مهمة إن في ناس ما تركز على هالموضوع، لأنه أخذ مستخلصات اللحوم معناته أنا أخذ كمية كبيرة من اليوريك أسيد من أو البيورين اللي يكون عالي في الأطعمة. مكعبات المرق أو الشوربة الجاهزة هاي ممكن تكون فيها. احيانا ناس كثير بيزعلون من الموضوع هذا، التمر اذا اخذوه كميات كبيره خلال فتره انهم عندهم الاعراض الام وارتفاع في اليوريك ممكن تزيد وتفاقم المشكله، لان التمر او العسل او شراب الذره في كميه كبيره من سكر الفركتوز، وهذا طبيعي موجود في التمر، لكن اذا زادت عن حده ممكن يتعرض للالام بشكل اكثر، فهم ما بيلاحظون هالشيء. فاحنا دائما ننصحهم ان ياخذون كميه اقل تتحدد، يعني 3 تمرات افضل ما انا اخذ التمر مثلا مفتوح لطول اليوم. العسل اوقف منه او اخذ كميه جدا بسيطه. استخدامي للكعك والبسكويتات هاي والخبز المكرر اللي نستخدم الكربوهيدرات المكرره اللي هو الخبز الابيض لازم اخفف منها، اخذ الخبز اللي هو الاسمر. عندنا بعد تناول كميه كبيره من الاطعمه الدسمه خاصه في فتره الليل، فدائما نحاول نقلل منها لان هي تعيق شويه من انخفاض حمض اليورك في الجسم. نعم هاي بالنسبه لي ان كيف اساعد نفسي في ان اتخلص من هالموضوع، موضوع ارتفاع الحمض. نعم، فنحن نقول أيضا مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة الاعتدال في كل شيء، دائما نقول في برنامج صحة وسعادة الاعتدال، يعني حتى التمر لو هو مفيد كثرته أكيد ما بتكون بنفس فائدته إذا أنت تناولتي بالكمية المسموح لك أن تناولينها. فاليوم نحن نبان نتكلم أكثر عن كيف ممكن يعني الشخص يلتزم بأنماط غذائية صحية بشكل عام، ومردود ذلك يكون على صحته وحياته وقاية له من الأمراض أيضا. الحين هو مرض النقرس هذا ارتفاع، يعني عبارة عن ارتفاع في الحمض، هذا الارتفاع وارد انه ينزل خلال 3 أسابيع 4 أسابيع اذا اتفق مع نفسه وبينه وبين نفسه انه فعلا يكون على حمية صارمة ما فيها بقوليات، ما فيها لحوم حمراء، بعيدة عن الأطعمة اللي في مثلا مثل ما ذكرت السابقة. الشيء الثاني ممارسة الرياضة جدا مهم، لأن حتى في ممارسة الرياضة الإنسان يتخلص من يعني نزول هذا الحمض بشكل أفضل.
استخدامه مثل ما نقول السوائل، بالأخص الماي. الماي وايد مهم في أنه يخفف من نزول أو يخفف من وجود حمض اليورك في الدم اللي مثلا يسبب له هاي الآلام. فالالتزام حتى في الحمية الغذائية بتكون فترة معينة لحد ما يوصل المعدل طبيعي لمستوى الوزن. فدائما إنه يحافظ على وزنه، ما يحاول إنه ينزل الوزن بطريقة يعني سريعة، ولا إنه يخلي وزنه يرتفع وينسى هذا الموضوع، لأن ارتفاع الوزن بعد ويسبب أمراض كثيرة، ومن ضمنها اللي هو ارتفاع حمض اليورك. فدائما الاعتدال في الوزن، ممارسة الرياضة، شرب السوائل بأخص الماء مهم في موضوع اليورك. هذا هو أهم شيء وأسهل شيء يعني للشخص. نعم بالتأكيد. أيضا يعني أستاذة فاطمة الخروصي، بنقول نبي نقدم للمستمعين سواء مرضى النقرس أو مستمعينا الكرام حتى اللي ما يعانوا من أمراض، هناك نصيحة تقدمينها في ختام هذه الفقرة؟ نصيحتي إذا كانت يعني ما يخافون من هاي المشكلة، إن غالب الناس لها عدة أسباب، حد يكون وراثي، حد يكون أسباب مرضية، حد تكون أسباب مثلا زيادة في الوزن أو نزول في الوزن، حد يكون نمط حياة. بس تغيير في نمط الحياة مهم جدا أن الواحد يحسن منها. ما في شيء اسمه فجائي، أكيد بالتدريج بتساعد أنه يلجأ لأخصائي تغذية يفهمه شو معنات هذا المرض وكيف يقدر يساعده بناء على حالته، لأن ممكن الأشخاص تنزل عندهم يعني مثل ما تقول مشكلة حمض اليورك هاي بنفس المشكلة، لأن في ناس زي ما قلت لك أسبابها وراثية. فإحنا نقدر نساعده بطريقة ثانية، نشوف نمط حياته، نعدل في نمط الحياة، ممارسة الرياضة، شرب، تناول وجبات صحية تفيد، نعطيه البديل. فهاي كلها يعني في النهاية تساعد الشخص. فما نخوف الناس، لكن دائما نقول يعني ابتدي بشيء صح بالتدريج على أساس أن أنا أشوف الاستفادة منه خلال فترة قصيرة. نعم بالتأكيد. فنقول دائما أستاذة فاطمة نحن سعيدين بمشاركتك أيضا في برنامج صحة وسعادة. أستاذة فاطمة الخروصي رئيس رئيس ليش رئيس أستاذة فاطمة الخروصي يعني أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، المشاركة هذه الطيبة في برنامج صحة وسعادة والمعلومات القيمة اللي تقدمونها لها دور كبير في مثل ما نقول نشر الفائدة في المجتمع. فشكرا لك على المعلومات اللي حتى أنا اليوم استفدت منها، لأنها معلومات جديدة علي فيما يخص مرض النقرس. حق واجب حبيبتي. شكرا لك. مستمعينا الكرام، بعد فقرة التغذية مع الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-55-1414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. حديثنا اليوم بيكون عن مرض الذئبة الحمراء، اللي هو مرض مزمن من أمراض التهاب الروماتيزم التي يمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، وخاصة الجلد والمفاصل والعضلات والقلب والرئة والجهاز العصبي والدم والكلى. وحول الوقاية والعلاج من هذا المرض سيحدثنا اليوم ضيف برنامج الدكتور محمد جمال، أخصائي أول قسم الروماتيزم في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المستمعين. يا هلا فيك دكتور. دكتور، بدايه احنا حابين نعرف منك اليوم ونتحدث اكثر عن اسباب مرض الذئبه الحمراء وهم اعراضه. اولا بحب ارحب بحضرتك وبالساده المستمعين. بالنسبه لاسباب امراض مرض الذئبه الحمراء عموما، طبعا هو احد امراض جهاز المناعه، حيث يفقد جهاز المناعة أهم خواصه اللي بتتمثل في التمييز بين الأجسام الغريبة المؤذية وأنسجة الجسم الطبيعية، وبذلك يستهدف جهاز المناعة خلايا الجسم ويبدأ في محاربتها مسببا التهاب من النوع الحاد. طبعا كسبب وحيد
الأمراض الروماتيزمية المناعية مفيش سبب محدد واضح، ولكن عادة بيبقى بسبب وجود عوامل، عدة عوامل بتتضافر في الآخر وتؤدي لحدوث ظهور المرض. يعني على سبيل المثال لازم المريض يبقى عنده استعداد جيني أو وراثي كطفرات في الجينات أو خلل جيني معين يخلي المريض عرضة أكتر من غيره لحدوث المرض، نعم. في وجود مشكلة معينة أو ضغط عصبي أو إحنا بنسميه عامل مؤثر بيؤدي لاضطراب في جهاز المناعة. العامل المؤثر دوت قد يكون مشكلة المريض يتعرض لها، قد يكون عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية، قد يكون ضغط عصبي، قد يكون مشكلة أسرية. دوت بيؤدي في الآخر إلى خلل في جهاز المناعة وبتبدأ بعد كده تظهر الأعراض المصاحبة للمرض. نعم دكتور، شو هي بتكون أهم يعني أعراض، كيف الشخص ممكن يعرف أنه مصاب بمرض الذئبة الحمراء؟ طبعا مهم جدا نعرف في الأول إنه المرض عادة بيأثر يعني على الستات أكثر من الرجالة، تقريبا بنقول إنه نسبة قد تصل 9 إلى 1، وللأسف كمان إن هو عادة بيأثر على البنات عموما في سن الصغير، ولذلك هم لازم يبقوا على دراية ولازم يبقى عندهم تركيز إذا حصل لهم بعض الأعراض. عادة الأعراض بتاعته بتبقى شعور بإعياء وتعب، ارتفاع في درجة حرارة، فقدان شهية، قد يكون مصاحب بألم في المفاصل والعضلات، تقرحات في الفم. ومن أهم الأعراض اللي بتلفت عادة نظر البنات الصغيرين إن هو قد يحدث إحمرار في الوجه على شكل فراشة، وعادة دوت بيصاحبه حكة في الوجه خصوصا مع التعرض للشمس، حساسية مفرطة للضوء. وطبعا الأعراض التانية ديت الأعراض المبدئية، ولكن قد يتأثر زي ما حضرتك قلت في البداية إن القلب قد يتأثر، الرئتين، الكلى بتتأثر، بعض الأحيان بيبقى مصاحب بنزيف من الفم أو الأنف أو ظهور بقع زرقاء على الجلد نتيجة نقص الصفائح الدموية. فدي عموما أهم أعراض المرض. نعم أيضا دكتور محمد، إذا بنقول هل الاكتشاف المبكر لهذا المرض ممكن أنه يؤدي إلى الشفاء منه؟ زي ما حضرتك تحدثنا في النقطة دي في البداية إن هو أحد الأمراض الروماتيزمية المناعية المزمنة، فإمكانية الشفاء في بعض الأنواع، طبعا الذئبة الحمراء هو مش نوع واحد، هو أكثر من نوع، في بعض الأنواع أو في نوع منه قد يكون مصحوب بإنه المريض خد علاج معين أو دواء معين أدى لظهور الأعراض، فدوت يمكن الشفاء منه، لأن إحنا بمجرد ما بنوقف العلاج المسبب للمرض في الحالة دي المريض بيشفى تماما. ولكن بالنسبة للمرض اللي هو مصاحب باضطراب في جهاز المناعة، فرصة الشفاء منه ما بتبقاش بنسبة 100%، ولكن الشيء المبشر في المريض اللي هو إحنا قلنا إنه مرض مزمن، ولكن ممكن بيحدث له فترات نشاط وفترات كمون. فالهدف كل ما كان الاكتشاف مبكر للمرض، كل ما أمكن إن إحنا نتدخل بالعلاج سريعا، كل ما كان إدى فرصة للمريض إن هو تبقى الأعراض بتاعته قليلة أو أبسط ما يكون. بعض الأحيان كمان ممكن بنوصل لمرحلة إن المريض يعني بيشعر بإنه كأنه بني آدم طبيعي خالص، ما عندوش أي مشاكل، ما عندوش أي مضاعفات بدون حتى استخدام أدوية، وده الهدف الرئيسي من العلاج. نعم أيضا دكتور، إذا بنقول ليش هذا المرض يعتبر مرض متشعب ولماذا يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم؟ طبعا هو المرض متشعب لأن زي ما قلنا هو بيسمى برضه أحد أمراض الأنسجة الضامة، نعم فهو بيأثر، والنسيج الضام طبعا ده موجود في كل أجزاء الجسم ابتداء من الشعر مرورا بالجلد مرورا بالمفاصل بالقلب بالكلى بالكبد، ولذلك الأعراض بتاعة المرض عادة بتبقى متشعبة. ولذلك هو التشخيص بتاعه مهم جدا، ان احنا نبقى على دراية بالمرض، يبقى فيه توعية بالنسبة ليه كويسة جدا لسهولة اكتشاف المرض مبكر، لان هو حتى الأعراض بتاعته بتتشابه مع أعراض أمراض كتير. قد يكون المريض يفكر ان هو قد يكون عنده التهاب فيروسي بكتيري لفترة وبعد كده بيروح. ولذلك الكشف المبكر عن العلاج ومراجعة طبيب الروماتيزم عند الاشتباه بأنه المريض قد يعاني من أي مرض روماتيزم مناعي خصوصا الذئبة الحمراء
مهم جدا ان هو يرجع للطبيب في اقرب وقت ممكن. نعم، فأيضا دكتور إحنا حابين نعرف أكثر عن إذا بنقول شو الجديد على مستوى تشخيص وعلاج الذئبة الحمراء، هل هناك طرق ممكن أن مواجه يعني مواجهة تدهور مثل هذه الحالات المرضية؟ والله الحمد لله فضل من ربنا ان احنا يعني في دولة الامارات، ربنا ينعم على اهلها دايما بالصحة والعافية. الحمد لله الدولة لا تدخر جهدا في توفير دايما احدث الاجهزة واحدث الوسائل، سواء للمساعدة في التشخيص او المساعدة في العلاج. فالمساعدة في التشخيص طبعا في يعني احنا بنعتمد على الجمعية الأوروبية للروماتيزم والتوصيات الأخيرة للجمعية الأمريكية للروماتيزم، دي بتساعدنا في التشخيص المبكر للعلاج، إن هم حاطين مجموعة من الأعراض ومجموعة من الاختبارات السريرية بناء عليها بنعرف إذا كان المريض إذا كان عنده احتمالية إن هو قد يكون عنده المرض أو قد يكون يصاب بالمرض. بالنسبة على مستوى التشخيص طبعا تحليل الأجسام المضادة ديت موجودة وبتساعدنا كتير جدا في التشخيص، إن درجة ارتباطها بالمرض بتبقى عالية جدا، ولذلك ممكن تحليل بسيط من خلاله بيساعدنا على تشخيص المرض. أما بالنسبة للعلاج زي ما قلت لحضرتك الحمد لله الدولة لا تدخر جهدا فإنها توفر العلاج لكل، سواء كان المواطنين أو المقيمين على أراضيها، فكل الأدوية الحديثة اللي هي مصرحة من الجمعية الأوروبية للروماتيزم أو حتى الجمعية الأوروبية أو الـ FDA، كل دي طبعا الحمد لله متوفرة على أرض الإمارات. وبالنسبة للعلاج الحديث في طبعا حتى العلاج بالخلايا الجذعية، دي أحد الأدوية الحديثة والحمد لله برضه متوفرة على أرض الإمارات، فده من فضل ربنا الحمد لله. نعم، فنقدر نقول نحن لدينا يعني في هيئة الصحة في دبي جاهزية على مستوى عالي لعلاج مثل هذه الأمراض؟ الحمد لله يعني في قسم الروماتيزم في مستشفى دبي الحمد لله يعد من أقوى الأقسام عموما في الروماتيزم. الحمد لله الاستاف بيتمتع ب يعني قبول من المرضى الحمد لله وثقة لحد كبير، مش على مستوى دبي بس، ده على مستوى كل الإمارات وحتى كمان على مستوى دول الخليج، وحتى كمان بنشوف بعض المرضى محولين من دول أوروبية بيبقوا جايين للسياحة أكيد ويصابوا ببعض المضاعفات أو الأعراض، فبنقدر نستقبلهم الحمد لله. كل الإمكانيات موجودة، كل الأدوية وكل وسائل اللي بتساعد على التشخيص والعلاج الحمد لله كلها موجودة. فالحمد لله مستعدين لاستقبال طبعا جميع الحالات مهما كانت صعوبتها، والحمد لله على قدر كبير كمجموعة عمل من الدراية والكفاءة إنها الحمد لله تقدر تتعامل مع كل الأمراض الروماتيزمية خصوصا مرض الذئبة الحمراء. نعم الحمد لله. أيضا دكتور إذا بنتكلم عن كيف ممكن أن الشخص يقي نفسه من هذا المرض؟ والله بالنسبة للوقاية من المرض احنا ممكن نقي نفسنا من ان احنا زي ما قلنا في الاول ان هو المرض قد بيحدث نتيجة من اسباب ظهور المرض، اللي هو بيحدث خلل أو بيحدث مشكلة معينة أيا كانت، اللي هو العامل المؤثر اللي بيؤدي لظهور المرض. نفس العوامل اللي بتؤدي لظهور المرض هي العوامل اللي بتؤدي لنشاطه، فاحنا ممكن إن احنا نتجنب العوامل دي زي التعرض المباشر لدرجة حرارة عالية، زي التعرض لالتهاب أو عدوى بكتيرية، زي نفس الحكاية لو المريض اتعرض لضغط عصبي أو مشكلة، كل الحاجات دي بتؤدي في الآخر إلى اضطراب في جهاز المناعة فبتؤدي لظهور أعراض المرض. نعم، فنحن أيضا دكتور حابين نبغى نعرف منك مثلا نصيحة إذا تقدمها للمستمعين المصابين بمرض الذئبة الحمراء. أهم النصائح اللي بنقدمها للمرضى الذئبة الحمراء طبعا أول حاجة وسائل الوقاية، إنهم يتجنبوا بالتعرض للشمس خصوصا إن إحنا حاليا درجة حرارة مرتفعة في الصيف، فالتعرض المباشر لدرجة حرارة عالية بيؤدي لمشاكل كتير. التعرض طبعا الضغط العصبي والمشاكل متى تجنب يعني كلما أمكن تجنب ذلك بقدر الإمكان، طبعا في ظل وجود كورونا وظل وجود بعض الأمراض والالتهابات يفضل أن المريض يتجنب أنه أي شخص ممكن يبقى مصاب بالعدوى،
لأن دوت هيأثر على المريض أكيد. دي أهم النصائح بالنسبة للمرضى. طبعا المتابعة بشكل دوري ومستمر مع الطبيب المعالج، أيا كان الطبيب المعالج مهم جدا إن هو يبقى متابع منتظم في المتابعات بتاعته بانتظام، الفحوصات اللي هو بيعملها سواء كانت فحوصات مخبرية أو بعض الإشعاعات، مهم جدا التوجه لأقرب مستشفى ممكنة عند الشعور بأي مشكلة سواء كانت ليها يعني حتى إذا كانت غير مفسرة من المريض إنها قد يكون ليها علاقة بنشاط المرض، لأن في بعض الأحيان المرضى ممكن بيتأخروا في الوصول للمستشفى ظنا منهم إن العرض ده ملوش علاقة بالمرض اللي هو الزئبقة الحمراء، ولكن بعض الأحيان بيبقى ليه علاقة بالمرض وبيبقى مؤشر خطير بالنسبة لنا، ولذلك سرعة التوجه لأقرب مستشفى فيها طبعا دكاترة أخصائيين لعلاج الأمراض الروماتيزمية في حالة الشكوى من أي عرض غير مفسر بالنسبة للمريض، وطبعا في الآخر الالتزام بالأدوية طبعا للعلاج والخطة العلاجية اللي حاططها الدكتور، واللي في الآخر بتبقى طبعا بالتوافق والاتفاق مع المريض إن هي تبقى مناسبة ليه طبعا في فترات حياته المختلفة، لأن زي ما قلنا إن في الأول إن المرض بيأثر على البنات في سن صغير، ولذلك بتبقى بتمر بمراحل مختلفة، ممكن بعد كده زواج، ممكن حمل، ممكن رضاعة، ممكن فترات مختلفة خالص، فكل الفترات دي بيبقى فيه علاج بيتناسب مع كل فترة. نعم، أيضا إذا بنقول دكتور يعني نحن دائما ننصح بالوقاية، الوقاية من كل الأمراض. إذا هذا الشخص وقى نفسه ولكن طلعت له الأعراض مرض الذئبة الحمراء، كيف ممكن يحصل على خدمات هيئة الصحة بدبي؟ هل من مركز الاتصال أو يتم تحويله من العيادات الخارجية أم يأتي دايركت لمستشفى دبي؟ عادة هو الحمد لله منظومة هيئة الصحة بدبي عموما الحمد لله من الهيئات المنظمة جدا، فعادة المريض إن هو لو اشتكى من أي شكوى قد يكون إن هو شكوى في مرض روماتيزمي بيتوجه عادة للوحدات الصحية الأولية، طبعا بيتوقع الكشف الطبي عليه وممكن بعض التحاليل الأولية ممكن بتتعمل، وبعد كده بيتعمل له تحويل على مستشفى دبي على اساس هو قسم الروماتيزم موجود في مستشفى دبي. ديت الطريق الاول. الطريق الاخر طبعا ممكن ان بعض المرضى ما بيبقاش عارفين اصلا ان هم مصابين بالمرض، فبيجوا لقسم الطوارئ سواء كان في مستشفى دبي او مستشفى راشد او جميع المستشفيات اللي موجوده عموما في الامارات، ممكن بعد كده بيتعمل لهم تحويل على القسم، واحنا هنا بنشوفهم في عيادة الكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية كأول زيارة ووضع خطة العلاج المناسبة، وبعد كده بنحط جدول للمتابعات بناء على حالة المريض. نعم، فهم الطريقين بالنسبة للمريض إن هو يقدر يتابع مع دكاترة الروماتيزم في مستشفى دبي. نعم، فنقدر نقول دكتور هناك طرق متعددة للأشخاص اللي حاسين لا سمح الله بأن عندهم أحد الأعراض اللي ذكرها الدكتور فيما يخص مرض الذئبة الحمراء، يقدرون يتصلون على الرقم 800342 يأخذوا موعد في أقرب مركز صحي لكم، وبعدها يتم إذا لا سمح الله تشخيصكم بهذا المرض يتم تحويلكم إلى قسم الروماتيزم في مستشفى دبي أو من خلال تطبيق هيئة الصحة في دبي. أيضا دكتور DHAA بيقدرون يأخذون موعد طبيب لكل مواطن، يقدرون يعني الكشف الأولي وبعدها إذا تم يعني تحويلهم على مستشفى دبي. فأيضا دكتور الطرق اللي أنت ذكرتها سواء الطوارئ الموجود عندنا، فنقدر نقول دكتور سلاسة الحصول على الخدمة في هيئة الصحة بدبي مثل ما ذكرت وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة. فإحنا نقول دكتور شكر جزيل لكم أنتو في مستشفى دبي ولكل طاقم قسم الروماتيزم على الجهود اللي تبذلونها في علاج المرضى وكذلك على مشاركتك اليوم في برنامج صحة وسعادة. الدكتور محمد جمال أخصائي أول قسم الروماتيزم في مستشفى دبي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة. شكرا جزيلا واتمنى يوم سعيد لحضرتك ولكل المستمعين. شكرا لك دكتور، اتمنى لك يوم اسعد.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام برنامج صحة وسعادة اليوم. في حلقتنا في برنامج صحة وسعادة تناولنا مواضيع مختلفة، تكلمنا عن مرض النقرس وكيف ممكن أن الشخص اللي مريض بهذا المرض أن يعني يكون له تغذية سليمة. أخصائية التغذية طلعت معانا اليوم وكلمتنا أكثر عن التغذية السليمة لمرضى النقرس. وكذلك اليوم كان لدينا الدكتور محمد جمال من قسم الروماتيزم في مستشفى دبي، حدثنا عن مرض الذئبة الحمراء وكيف ممكن أن الشخص يقي نفسه من هذه الأمراض. وقبل ما أختم البرنامج، أحب مستمعين الكرام أني أقول لكم بعض الفوائد، بما نحن في شهر 6 وشهر المتبرعين بالدم، يمكن نحن نكون من خلال هذه الرسائل نشجعكم على التبرع بالدم في مركز دبي للتبرع بالدم. فنحن نقولكم شو هي فوائد أن الشخص يتبرع بالدم. أولا، التبرع مثل ما نقول دائما هو عمل إنساني، ممكن للشخص أنه يروح ويتبرع بالمال، بس ممكن الشخص يقدر يروح ويتبرع بالدم. فإحنا نقولكم أن التبرع بالدم هو عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين لهذا الدم. وكذلك تبرعكم بالدم يمكن أن يساهم التبرع بالدم في تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة، وبالتالي يكون تبرعكم بالدم فايدة للمحتاجين وأيضا فايدة لكم. وأيضا مستمعينا الكرام، مثل ما شفنا في حلقات برنامج صحة وسعادة السابقة أن هناك متبرعين دائمين بالدم، يعني في أشخاص يتبرعون بالدم لمركز دبي للتبرع بالدم جزاهم الله خير بشكل دائم وبشكل طوعي، وهذا طبعا يكون من حرصهم الشديد على أنهم يفيدون المجتمع وكذلك أنهم يفيدون أنفسهم من خلال مثل ما ذكرنا تجديد وتنشيط نخاع العظم وخلايا دم جديدة، يعني ممكن يولد خلايا دم جديدة. وكذلك التبرع المنتظم بالدم يقلل احتمالية حدوث الجلطات القلبية والدماغية. وأيضا من خلال تبرعكم بالدم بتحصلون على فائدة أن الجسم ممكن أنه يتخلص من نسبة الحديد الزائد في الدم. وبهذا أعزائي المستمعين أكون وصلت معاكم لختام برنامج صحة وسعادة لليوم. أتمنى أن نكون قدمنا لكم ولو معلومة بسيطة اليوم أفدناكم فيها أو تعرفتوا فيها على خدمات جديدة من خدمات هيئة الصحة بدبي. كذلك الشكر موصول لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، كان معنا اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وكذلك في التنسيق والمتابعة من نور دبي كانت معنا زميلتي ميرا المري، وكذلك في الإخراج اليوم معانا مخرجنا المبدع دائما وائل القواسمة. وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة لليوم، محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة